الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، ماذا اخذنا بالامس يا اخوانا؟ نعم شيخ، اخذنا تقسيم الكتاب، قلنا انه اي كتاب تقتنيه تقرا المقدمه والفهرس، وقلنا إذا أردنا أن نقسم هذا الكتاب نقسمه إلى 10 أقسام. القسم الأول والثاني تفسير التوحيد، وهذا هو درسنا الآن، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، ودحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة العربية، أعمال الشياطين وأعمال القلوب، أسماء الصفات، المناهج اللفظية، الفاظ الشركية وبعض الشركيات، والخاتمة. الله يفتح عليك. نعم، مقدمة فيها أبواب خمسة، وهي نعم وجوب التوحيد، وبعد وجوب التوحيد ذكر فضل التوحيد حتى تشتاق، والدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، والخوف من الشرك. رتب يا رجل، أول باب باب وجوب التوحيد، واصطلحنا أن نسمي هذا الباب باب وجوب التوحيد، وفضل التوحيد حتى تشتاق، وتحقيق شهادة لا إله إلا الله، ثم بعد هذا نعم حتى تحقق لا إله إلا الله وتحقق التوحيد، وبعد هذا الخوف، لأن المحقق لا بد يخاف، ثم بعد هذا الدعاء على شهادة لا إله إلا الله. نعم الشيخ، نعم، من هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى؟ تمام، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. نعم، قلنا الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمور ست ذكرها الله سبحانه وتعالى وأثنى بها على إبراهيم عليه السلام، قدوة، إمام مقتدى به، كثرة الطاعة معدوهم عليها، والإخلاص، مقبل الله مدبر على الشرك، البراء من الشرك وأهله، شاكر لنعمه. نعم، واتقوا الله وعلمكم الله. أخذنا أن خارق العادات شاتت على خلاف ما اعتاد الناس، الأول آيات كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الثاني كرامة كل أولياء الرحمن، معجزة وفتنة كل أولياء الشيطان، فضيحة. نعم، حسن التبويب، وهذا من أسباب الدراسة والأدلة من الكتاب والسنة وغيره. ما بعد التحقيق، نعم، كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، من تحقيق التوحيد الدعاء على شهادة لا إله إلا الله، وسيأتي معنا التطير وكذا، ترك التطير وترك الله. نعم، إن مع الخراب خراب حسي وخراب معنوي. أخذنا أيضا أن عمارة المساجد تكون عمارة حسية وعمارة معنوية، وضد العمارة المساجد خراب المساجد، خراب حسي وخراب معنوي. ها، ركز المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على توحيد الألوهية، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف. نعم، تعالوا إخواننا هنا، حتى لو أنت أتى في النص ما في إشكال، ترى أحسن ما يكون على الباب. ها شيخ، نعم، في القسم التاسع سيأتي معنا إن شاء الله أن نركز المؤلف على الشرك الأصغر. شروط الدعوة إلى الله خمسة، الأول الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الثاني العلم الشرعي على بصيرة، الثالث معرفة حال المدعو أنك تأتي قبل من أهل الكتاب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر، ودرس سورة العصر. الله يفتح عليك. نعم، ها أخواننا، دعوة
الله يفتح عليك، أن أول ما يبدأ به في الدعوة حتى من يعني دعوا قبل هذا نبدأهم بالتوحيد. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. دخل النار هل هو دخول أبدي أم لا؟ بحسب، إذا كان شرك أكبر نسأل الله عليه والسلام ومات عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار، أصغر يعذب قد الشرك ثم يدخل الجنة وسيأتي بإذن الله. ليست بهذه الفضيلة يا شيخنا دليل على عدم الوجوب. الله يفتح عليك. أخذنا أن ذكر فضل التوحيد لا يعني أن التوحيد ليس بواجب، وذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. طيب هذا يعني شيء مما أخذنا بالأمس، وهذا الذي ذكرنا أنه القسم الأول، القسم الأول مقدمة، وقلنا الآن كالمقدمة قدم بها المؤلف، وذكرنا بالأمس أنه لم يكتب مقدمة، إما أنه أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة واقتدى بالبخاري رحمه الله، أو أنه وجدت في بعض النسخ، أو هذه الأبواب الخمسة كالمقدمة. الآن بدأ في صلب الموضوع تفسير التوحيد، هذا هو القسم الثاني. الآن أراد أن يفسر لك التوحيد، كيف يفسر لك التوحيد؟ على ما يريد هو يأتي الآن، يفسر لك التوحيد الذي واجب عليك وتشوقت إليه ولابد أن تحققه، ما حققت إلى الآن باقي، وتخاف من ضده وتدعو إليه، الآن يريد يبين لك التوحيد، كأنه يقول لك، هو قال في هذا المسائل أصلا، يقول من هذا الباب من تفسير التوحيد إلى نهاية الكتاب شرح لهذه الترجمة لتفسير التوحيد، مفهوم؟ إذا من هنا الآن بدأ في الكتاب، فسر التوحيد، لكن هو رحمه الله بضده وبضدها تتبين الأشياء في هذا الباب. الباب الأول يعني الآن احنا في القسم الثاني، في الباب الأول قال باب تفسير التوحيد، فسر التوحيد بضده، ذكر أنواع الشرك الأكبر، فلا بد من معرفة أنواع الشرك الأكبر. من يعرفها؟ أنواع الشرك الأكبر. ها أخوان بسم الله. الأول الشرك في الدعاء. الدعاء عندنا ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغيره لشرك أكبر، أي عبادة كمن صلى وصام وحج لغيرنا. الثاني دعاء المسألة. دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، مرأة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الولد مثلا هذا شرك أكبر، لكن فيما يقدر عليه المخلوق يصح، يعني أنا أقول للشيخ أعطني كاسة ماء مثلا يقدر عليه، يقدر عليه، إذن هذا فيما يقدر عليه المخلوق يصح، لكن بشروط أربعة، أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب، أربع أشياء. مرة أخرى الدعاء ينقسم إلى قسمين، اترك الكتابة يا رجل، اترك الكتابة. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، فيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح، لكن بالشروط أربعة، أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه السبب. حي خرج بهذا الميت، حاضر خرج بهذا الغائب ينادي مثلا الولي الذي في الهند، قادر خرج بهذا العاجز، سبب ما لو اعتقد أن هذا المخلوق بيده جلب المنافع ودفع المضار أو لديه تصرف خفي في الكون. هذا الشرك في الدعاء. عليكم السلام. إذن خلينا نمشي شوي. إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. الآن أنت تصلي وتصوم وتطلب العلم وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تقصر الثوب تطلق اللحية، حالك كأنك داعي إن الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة، صحيح؟ الثاني دعاء بلسان المقال، عندما تقول اللهم اغفر لي وارحمني، هذا دعاء مسألة، والأول دعاء عبادة.
طيب معنى هذا أن أعمال العباد كلها دعاء، ولذلك قال الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن، ما قال عن دعائي، لأن الدعاء هو العبادة. إذن أعمالنا كلها دعاء، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. إذن القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر الشرك في الدعاء، هذا الأول. طيب النوع الثاني من أنواع الشرك، شرك المحبة. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، محبة مساوية لمحبة الله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله أي في المحبة، لأنه ما جعلوا هذه الآلهة مساوي لله في الخلق ولا في الرزق، هم يعرفوا أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمدبر، وإنما جعلوا هذه المعبودات مساوي لله بماذا؟ في المحبة. طيب إذن النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك في المحبة. عندنا أنواع المحبة ثلاثة، أقسام المحبة ثلاثة. محبة مع الله شرك أكبر، تحب الله ولا تحب أحد مع الله كائنا من كان، وإلا يعني كانت هذه المحبة محبة شركية، بل هي الشرك الأكبر. الثاني محبة في الله أو لله، وهذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله البغض في الله واجبة. والثالث من المحبة محبة طبيعية، وهذه جائزة بشرط لا تقدم على محبة الله. هذه أنواع المحبة ثلاثة، محبة مع الله شرك أكبر، محبة لله أو في الله واجبة من أوثق عرى الإيمان، وثالثة محبة طبيعية، محبة الوالد والولد الزوجة جائزة بشرط لا تقدم على محبة الله. إذن الأول هو المهم عندنا، محبة مع الله شرك أكبر. الثاني محبة لله أو في الله، من نحب في الله أو لله؟ تحب أربع أشياء إجمالا، العمل والعامل والأزمنة والأمكنة، أربع أشياء تحبها في الله. عمل كل ما جاءت به الشريعة، وفي نواقض الإسلام قال من أبغض شيئا قليلا وكثير مما جاء به الرسول عليه الصلاة ولو عمل به كفر، يعني يصلي لكن لا يحب الصلاة هذا كافر. الثاني عامل، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة، الصالحين، طلاب العلم، كل واحد. أزمنة يحبها الله، ثلث الليل الآخر، رمضان مثلا. أمكن يحبها الله سبحانه وتعالى، مكة، المدينة، المساجد. ضد هذا البغض في الله، يبغض في الله من؟ عمل وعامل وأزمنة وأمكن. عمل كل ما حرم الله، تقدم هذا الشرك. عامل كفار أهل النفاق وإبليس، نعم. أزمنة وقت عيد رأس السنة مثلا، أمكن أماكن الله والشرك وغيره. طيب هذا القسم الثاني. إذن الأول من أنواع الشرك الأكبر الشرك في الدعاء، والثاني الشرك في المحبة، الثالث الشرك في الطاعة، الشرك في الطاعة، اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم عبادهم، أربابا شرك في الطاعة، قدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله. سيأتي بإذن الله معنا يعني أن الناس انقسموا على ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في طاعة العلماء والأمراء في معصية الله لثلاثة أقسام. إذا أطاع العلماء والأمراء في معصية الله معتقد أن حكم الله لا يصلح، إذا اعتقد أن حكم الله لا يصلح أو حكم فلان من الناس أو الطواغيت مثل حكم الله أو أحسن، إذا اعتقد كافر كفر أكبر. طيب إذا هذا القسم الثالث الشرك في الطاعة. أخواننا في مسألة مهمة جدا لابد أن نتنبه لها. الآن نحن نعرف معتقد أهل السنة والجماعة أن الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن في تنبيه مهم يذكر العلماء، وهو أن الإنسان الآن يعني قد
لا يبالي بأشياء صغيرة، لكن هذه توقع في ماذا؟ في الكبائر، وهو لا يدري. يعني الآن بعض الناس عندنا يعني مثلا يقطع الإشارة ولا يبالي بعض الأنظمة، يقول يا عم بسيطة. وبعض الناس قال لا أنا ما أخالف أبدا قدر المستطاع. فأيهما على خطر؟ الأول، لأن الخروج في الإسلام أخواننا، أول خروج في الإسلام حدث من من؟ من يعرف؟ أول خروج في الإسلام متى كان؟ ذو الخويصرة. ذو الخويصرة خرج على من؟ على النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. خرج بالسيف؟ لا، أول ما خرج خرج باللسان. لذلك يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أن الخروج أول ما يبدأ يكون باللسان، ما يكون بالسيف. خرج بلسانه وقال اعدل يا محمد، بعد هذا خرج بسيفه. فتبدأ الأمور معك قليلة، يخالف قطع إشارة، مخالفة الطريق، يعني اتحايل على الحكومة كذا، صدق واحدة واحدة. بعد فترة هذا ممكن أن يخرج، لكن الذي لا يأتي بهذه الصغائر ما يمكن أن تأتي منه الكبائر. ولذلك احنا نعرف الآن أنه ما يمكن يأتي الإنسان يأتي بكبيرة قبل أن يأتي بالصغائر. وإذا كان يمتنع من الصغائر إذن باب أولى، أنه ممتنع من الكبائر. فالطاعة إخواننا يعني لابد تعود نفسك على الطاعة، وهذا مهم جدا. وإحنا نعرف هذا، إحنا الآن في كل يوم عندنا إمام صح؟ مصلي، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه نوع من التنظيم والتربية اليومية عندك. خليفة، إمارة السفر، الحج، نعم، مواقيت الصلاة كذا، حتى يكون هذا الإنسان يعني كل أموره مرتبة. وهذا ترى يعني لو تنظر في حال أهل الإسلام تجد كل شيء مرتب ولله الحمد. البيت له نظام، المسجد له نظام، الحج له نظام، وكذا، فكل شيء مرتب منظم ولله الحمد. ولهذا لو سادت الفوضى الآن كما ترى نرى الآن في بعض الدول وكذا، ضع كل شيء، ضع الأمن وضع كل شيء، ولا يعني لا دين ولا غيره. المهم هذا هو. إذن الشرك في الطاعة. الرابع من أنواع الشرك الأكبر، الشرك في النية والإرادة والقصد. الشرك في النية والإرادة والقصد، هذا نوع الشرك الأكبر، حذر منها المؤلف رحمه الله تعالى. فسر التوحيد بضده، أراد أن يكون الدعاء كله لله، دعاء العبادة ودعاء المسألة والمحبة، ما تحب إلا الله ولا تحب أحد مع الله كائنا من كان. أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة والصالحين؟ تحت محبة الله، أحبب لهم لأن الله أمر بحبهم. وشرك في الطاعة، وأراد بهذا أن تطيع العلماء والأمراء في غير معصية الله، والطاعة في المعروف، وتبتغي بهذا طاعة الله سبحانه وتعالى. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. وشرك في النية والإرادة والقصد، هذا سيأتي بإذن الله تعالى معنا. هذا ما يتعلق بهذا الباب، الباب الأول، باب تفسير التوحيد. الباب الثاني بعد هذا أي باب ذكر؟ لا 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 لا، لازلنا في القسم الثاني يا رجل، نذكر أبواب الآن. نعم، باب من الشرك. نعم، لبس الحلقة أكيد أكيد. ها، على ترتيب الكتاب إيش؟ لبس الحلقة. طيب عندنا أخواننا التعليق والمعلق، وهل هذه من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟
هذه فيها تفصيل. لبس الحلقة والخيط وعن الثور وعن الذئاب ورأس الثور والحافر والنعل القديمة وطلات السيارات والخرز الزرقاء والكف 5 و5 وبعض الأشجار وبعض الكتابات، هذه مهمة جدا ترى، احنا نراها اليوم في السيارات تريلات بعضها، وهذا تجد خرق وضع كف أو يكتب عين الحسود لا تسود، أو يا داخل الدار صلي على النبي المختار. نعم، احنا نريد نعرف هذه الأشياء كلها لأن هذا واقع اليوم عندنا ولا بد ننظر. طيب، أولا قال باب من الشرك، هذا الشرك فيه تفصيل إما أكبر أو أصغر حسب الاعتقاد، وهذا الذي ذكرناه في الدعاء عندما قلنا أن الدعاء يصح طلب دعاء المسألة من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط 4: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى 3 أقسام، صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. اعتقاد صحيح أن يعتقد في الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا أسباب يعتقد أنها سبب، فإذا اعتقد في السبب أنه سبب فهذا صحيح، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب إما شرعية أو حسية. أسباب شرعية، رقية شرعية، الشيخ عبد الإله لديه ألم في البطن في بطنه وأخذ يقرأ الفاتحة يصح؟ قال هذا السبب يا أخي. قال نعم، سبب شرعي، رقية شرعية، وأنا أعتقد أن الرقية سبب يصح، هذا صحيح تمام. أو أخذ شيء من النعناع مثلا أو شيء من الأعشاب، وضع عليه شيء من الماء وشرب، قال اللهم اجعل فيها شفاء. لماذا؟ قال لأن هذا النعناع سبب حسي يصح، صح لا إشكال. إذن إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا صحيح، وجعل لنا الله سبحانه وتعالى أسباب إما شرعية كالرقية الشرعية أو حسية كالدواء. طيب، جاءنا بعض الناس وعلق على البيت مثلا: رأس ثور، أعين الذئاب، نعل قديمة، إطارات سيارات، بعض الأشياء. لماذا يا أخي تضع هذه الأشياء؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها سبب لدفع العين. نقول أنت الآن عندما تعتقد أن هذه الأشياء جعلها الله سبب لدفع العين هذا شرك أصغر. وإذا قال لا، هذه الأشياء المعلقة على البيت، رأس الثور وكذا، هي التي تؤثر بذاتها وبيدها جلب المنافع ودفع المضار، فهذا الشرك أكبر. إذا مرة أخرى، الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى 3 أقسام: صحيح إذا اعتقد أنها سبب وجعلها الله سبب إما حسنا أو شرعا، وإذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها هذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب والله سبحانه وتعالى ما جعلها سبب هذا شرك أصغر. هذا الآن مسألة أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب، هذا أمر. الأمر الثاني أقسام الناس في الأخذ بالأسباب، هل نأخذ بالأسباب أو نترك الأخذ بالأسباب؟ وسط. قسم الناس في هذا الباب في الأخذ بالأسباب أو ترك الأخذ بالأسباب إلى 2 طرف وسط: قسم ينكر الأسباب، وقسم يغلو في الأسباب، متصوفة وخرافين، يقول حتى لو تعتقد في حجر ينفعك، أعوذ بالله. وأهل السنة يتوسط وما يثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله إما حسنا أو شرعا مع اعتقاد أنها سبب، مفهوم؟ يعني في أناس ينكر الأسباب، يقول مجنون، جنون منك أن تسعى لرزق، مجنون الذي يسعى للرزق، وقد رزق في غشاوته الجنين، الله رزق الجنين في بطن أمه، إذن هو في بطن أمه جعله رزق، كيف أنت الآن على الدنيا لا تسعى للرزق؟ مفهوم؟ هذا كيف تقنعه يا شيخ عبد الله؟ هذا تضربه حتى يغمى عليه،
مفهوم؟ هذا يقول لأنك الإنسان مجبور وما يستطيع يصنع شيء. قال هذا تضرب حتى يغمى عليه. فإذا أفاق وقال ليش تضرب؟ تقول يا أخي مجبور، وش أصنع لك؟ أمر كتب الله أن أضربك. اقتنع وأخذ يأخذ بالأسباب المشروع، الحمد لله، وإلا أعطيه الثانية. هذا ليس من باب أن تضرب أحد، لكن من باب حتى يعني نفهم هذه المسألة. عمر رضي الله عنه رفع عليه سارق، وأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده، قضاء الشرع. فجاء هذا السارق إلى عمر رضي الله عنه واعترض، قال يا أمير المؤمنين أتلومني على الشيء كتب الله علي؟ إنما سرقت بقضاء الله، إنما سرقت بقضاء الله. فقال له عمر وتلومن على شيء كتب الله؟ كتب الله أن نقطعك، ماذا نصنع؟ احتج عليه بنفس نفس الحجة. إذن الأول أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب، الثاني أقسام الناس في الأخذ بالأسباب، طرفين وسط. طيب باب من الشرك. الآن إخواننا إحنا لابد نتعلم مسألة مهمة جدا، وهذا يعني الآن يعني في هذه الأزمنة أصبح يعني من يكفر ويبدع ويفسق. إخواننا إطلاق الأحكام على الأشخاص هذا ليس لنا، المحكمة موجودة هي اللي تصدر الأحكام على الأشخاص، فلان كافر، فلان فاسق، مبتدع، منافق، رافضي، كذا، صدق. هذا ليس لك أنت الآن، وهذا اللي يصنع بعض الشباب هدانا الله إياهم. يعني هذا قول على الله بلا علم، ومن قال لأخيه كافر فقد باع بها أحدهما. إطلاق الأحكام على الأشخاص هذا ليس لك، هذا كبار العلماء، القضاء، المحاكم الشرعية هي اللي تصدر الأحكام. أما أنت تصدر الأحكام وفلان كافر، فلان فاسق، مبتدع، ضال، مضل، كذا، هذا ليس لك. نحن الآن إذا نريد نتعلم أخواننا الحكم على الفعل، الحكم على الفعل. أما الحكم على الفاعل هذا وظيفة العلماء. أنا أعطيكم مثال أحسن من هذا. لو جاءتنا مرأة الآن وجاءت إلى هذا المركز عند الشيخ عبد الإله وقالت يا شيخ قال لي زوجي كذا وكذا، هل أنا طالق أم لا؟ وش أصنع له؟ يفتيها؟ ما يفتيها، حولها على الافتاء. خروج مرأة من عصمة رجل ما نقدر عليه كلنا، والله ما أدري إذا كان فيكم أحد يعني يقول أنا ما في إشكال، ما نقدر عليه. إذن خروج مرأة من عصمة رجل لا نقدر عليه، فما بالك خروج إنسان من الدين بالكلية نقدر عليه؟ لا، إذن باب أولى. فإذا إخواننا إحنا الآن نريد نتعلم الحكم على ماذا؟ الفعل. أما الحكم على الأشخاص هذا ليس لنا، هذا للعلماء، كبار العلماء، القضاء عندنا هم اللي يستطيعوا الحكم في هذا الفصل، في هذا يقيم عليه الحجة، تنتفي عنه الشبهة، ثم يجعله مسلم أو كافر ويخرج في هذا صك شرعي. ولو كنا على هذا ارتحنا والله. إذن الآن المعلق صاحب السيارة، صاحب المنزل، ولي الصغير، علق هذه الأشياء، رأس الثورة، عن الذئاب، نعل قديمة، طرات السيارات، كذا. إذا كان جاهل إيش نصنع فيه؟ نعلمه، لأن بعض الناس يقول أنا والله ما أدري، تأتيه يدخل البيت ويجد معلق هذه الأشياء، يا أخي لماذا تضع؟ قال والله ما عندي خبر، شيلها. قال حاضر الآن أشيلها. إذن هذا جاهل، إيش نصنع فيه؟ نعلم. هذا واحد. الثاني قال لا، هي مؤثرة بذاتها وبيدها جلب المنافع ودفع المضار، نقول هذا هو الشرك الأكبر. قال لا، جعلها الله سبب، نقول هذا الشرك أصغر. الرابع من الناس في هذا بعض الشباب، شبابنا هدانا الله إياه، تجي تقول لي يا أخي اتق الله،
ترى هذه أشياء شركية وأشياء كذا وأشياء كذا. قال والله أنا ما عندي أي اعتقاد، أنا أضعها بس زينة، ما أقصد بها شيء، أنا أضعها للزينة بس. نقول أنت بهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، متشبه بالمشركين وتفتح باب شرع للناس. إذن التعليق هذه الأشياء بكل الصور ممنوع، والمعلق جاهل يعلم تأثيره بذاته شرك أكبر، أنها سبب شرك أصغر، ليس لديه أي اعتقاد حال بعض الشباب هدانا الله إياهم، قلنا هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. يبقى معنا إشكال في الآيات وحديث تأتي الآن مكتوب ما شاء الله تبارك الله، يا داخل الدار صلي على النبي المختار، الله يحفظك ولا يحفظك ولا كذا، قل خط كبير بعدين هو الله أحد، المعوذات، آية الكرسي، هذا إخواننا هذا التعليق كله محرم. لماذا؟ قال لقول لدخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم، هذا واحد. الثاني كراهة السلف، منه ابن مسعود، والكراهة عند السلف تحريم، إذن فيها نص للنبي صلى الله عليه وسلم دخوله تحت قوله عليه الصلاة والسلام، وفيها كراهة من السلف منه ابن مسعود رضي الله عنه، وفيها فتح باب شرع على الناس، لأنه من أعلق هذه الآيات يأتي الثاني ويظن أنه كل التعليق جائز ويبدأ يعلق ويصنع. طيب، وفيها الأمر الرابع، فيها امتهان للقرآن، هل الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن حتى نزين به الجدران ونضع على الدواب؟ هل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف؟ لا. وبعض الناس يشتري مثلا، هذا يشتري كامري وهذا يقول ضع فيها مصحف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دواب وأولاد وبيوت، صحيح؟ وما وضع فيها شيء منها. إذا ما يمكن أن نضع هذه الأشياء. هذا فيها أربع أشياء قلنا، دخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم، وكراهية السلف، كراهية عند السلف تحريم، فتح باب شرع على الناس، وامتهان للقرآن. إيه نعم، لأنه الآن إذا وضع هذا المصحف أو هذه الآيات على الصغير قد يدخل به للحمام أو يصيبه شيء أكرمكم الله من دون الغلام. نعم. طيب، إذا نتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طيب، يبقى معنا مسألة ثم الراجع. الآن اللي يعلق رأس الثور أعن الثياب، من تعلق تميمة قال عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، الودع أصداف، أصداف تأخذ من البحر يضعوها، الأصداف تعرف الأصداف من البحر، فيضع هذه الأصداف ويرون أنها تدفع الجن الشياطين كذا، فلا ودع ترك الله له، هذا معناه أنه أمره يظل في قلق. طيب، هل معنى هذا إذا وجدنا إنسان ندعو عليه أو لا؟ مثال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء الكاسيات العاريات نساء عليه السلام، قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني مر الآن الشيخ ويرى امرأة سافرة مائلة مميلة، يقول له الله يلعنك يا ملعونة أو لا؟ لا، ما يخاطبها، إما أن يقول لها الحديث اتق الله يا أمة الله حتى لا تكوني من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعنهم، أو يلعن على وجه العموم ودون أن يسمعها أصلا، ما أمر في الحديث أنه لابد يسمعها، لكن لابد يغير المنكر. يقول اللهم لعن كل سافر دخل إلى المسجد وجد إنسان يبيع ويشتري، يقول قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لأن مخاطبة هذا على هذه الطريقة قد تؤدي إلى شحناء أو شجار أو ما إلى ذلك. طيب، نعم، نراجع هذا بعدين نكمل إن شاء الله.
ايش المسائل اللي بحثناها الان؟ ست مباحث الله اعلم. ها من يعيد علي؟ انواع الشرك. اخذنا في الباب الاول تفسير التوحيد انواع الشرك. طيب في هذا الباب ذكرنا مسائل. لا انتهينا من هذا الباب الاول انتهينا، نبغى هنا الان. اقسام الناس في الاعتقاد في الاسباب قلنا ثلاثه، صحيح اذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، واذا جعل السبب هو المؤثر بذات الشرك اكبر، واذا اعتقد انه سبب فهذا الشرك اصغر. طيب اخذنا اقسام الناس في الاخذ بالاسباب طرفين ووسط، واخذنا حكم المعلق. المعلق جاهل يعلم، يعتقد تأثيره بذاته أكبر، يعتقد أن السبب أصغر، ليس لديه أي اعتقاد حاذف على الشباب هدانا الله إياهم، كبيرة من كبائر الذنوب. التعليق كله محرم من القرآن ومن غير القرآن، تمام، وأنه ما يعلق شيء إلا يعلق مثلا، يعني مثلا يضع ورود في البيت هي ما يضر. أي نعم. طيب وأخذنا الدعاء أيضا، هل يدعو عليه بالمخاطبة؟ قلنا لا، يتلو على الحديث أو يدعو على وجه العموم. وقلنا لابد أن نفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، وأن الحكم على الفاعل هذا لابد فيه من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة، والحمد لله كفونا المأونة، ونرجع إلى المحكمة هي التي تصدر الصك وانتهى الأمر. طيب أقسام تفسير التوحيد، نحن ادهنا هذا الباب، باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء يعني بعد نزوله أو دفعه، لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. طيب بعد هذا ذكر أي باب؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا قال باب ما جاء في الرقى ولم يقل مثل الباب الأول من الشرك الرقى والتمائم؟ لأن الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. إذا الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية. الشرعية هي التي تتوفر فيها شروط ثلاثة، اختل شرط من الشروط الثلاثة تنتقل من الشرعية إلى الشركية. الشرط الأول في الرقية أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية، لأنه لا يوجد عندنا رقية بغير اللغة العربية. كلام معلوم مفهوم مسموع، يعني الآن جاء الشيخ عبد الله يقرأ على هذا الأخ، نقول لابد أن تتوفر لديك شروط ثلاثة في هذه الرقية. الأول أن تكون هذه الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، نسمع ماذا تقول، ما تتكلم بصوت منخفض ولا تتمتم، لا نفهم ماذا تقول، ولغة عربية، لأنه لا يوجد عندنا رقية بغير اللغة العربية. هذا الشرط الأول، يعني أخذ يقرأ على الأخ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، معلوم مفهوم مسموع صح ولغة عربية، تمام. الثاني أن تكون الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفات. الكتاب الفاتحة، السنة أعوذ بكلمات الله التامات مثلا، أو بأسماء الله وصفات إذا كان من باب الدعاء يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بأخي يصح. إذن هذا الشرط الأول أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفات. الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية، لا يوجد رقية بغير اللغة العربية، لا يوجد رقية بغير اللغة العربية، إلا إذا كان من باب الدعاء يصح أن يدعو بلغته. أنت من أي دولة يا شيخ؟ من الهند. فجاء إنسان من الهند وقال أنا ما أعرف اللغة العربية، أريد أدعو باللغة الهندية، يصح؟ يقول يصح أن تدعو بلغتك لكن ما تغير الأسماء الحسنى، يا الله يا الله، يعني ما يصح مثلا عندنا في اللغة الإنجليزية أن تنادي الله سبحانه وتعالى تقول قاد قاد، هذا ليس من أسماء الله، هذا إلحاد. يا الله تنادي يا الله، مفهوم؟ ثم يدعو بلغته ما عندنا إشكال، لكن الأسماء الحسنى كما هي.
طيب إذا الأول أن تكون من الكتاب أو السنة وبأسماء الله والصفات. الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية، ولا يوجد رقية بغير اللغة العربية إلا إذا أراد أن يدعو بلغته، له أن يدعو بلغته بشرط ألا يغير الأسماء الحسنى، مفهوم؟ طيب الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب، والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله، لأنه في الغالب الآن في بعض الرقاة هدانا الله إياهم يعلقك به، وهذا سيأتي معنا في الكلام عن السحر والكهانة. نعم، هذه الثلاثة الشروط، إذا اختل شرط من الشروط الثلاثة تنتقل من الرقية الشرعية للرقية الشركية، وبهذه الشروط نستطيع أن نعرف أنه هذا راقي أو ساحر. أي هذه من العلامات التي يعرف بها الراقي من الساحر. طيب باب ما جاء في الرقى والتمائم. التمائم أخذنا، إذا كانت من القرآن محرمة، من غير القرآن ترى فهي من الشرك، وهذا يعني تقدم معنا. طيب بعده من الأبواب أخواننا، نعم، باب من تبرك بشجر أو حجر أو كذا، كم باقي شو؟ خمس دقائق. طيب خمس دقائق نأخذ فيها التبرك. التبرك طلب البركة. التبرك انقسم إلى قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. خلي الجوال يا رجل، ترى نسحب الجوالات، احنا متفقين مع الأخوان هنا. ها طيب المهم اللي خرج جواله ترى نسحب، خاصة يعني الجوالات الحديثة هذه يسموها جوالات ذكية، وهي في الحقيقة ليست بذكية. ها ممكن ايه بعض. طيب المهم التبرك اخواننا طلب البركة. التبرك ينقسم الى قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع يكون إما بأمر شرعي أو بأمر حسي. إذا لم يثبت في هذا التبرك شيء لا شرعا ولا حسا ينتقل من المشروع إلى الممنوع، والتبرك الممنوع شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. مرة أخرى، التبرك ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. المشروع إما أن يكون بأمر شرعي أو بأمر حسي، لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من الشرع إلى التبرك الشركي، بل هو الشرك الأصغر وقد يصل أكبر. مثال تبرك بأمر شرعي، الشيخ عبد الإله يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويتدبر ويتداوب القرآن، لماذا يا أخي؟ قال القرآن بركة، قراءة بركة، صح؟ الحرف الواحد بعشر حسنات إلى 700 ضعف، وأنا أتبرك بالقراءة وأتبرك بالتدبر وأتبرك بالعمل بالقرآن وأتبرك بالتداوب القرآن، تبرك مشروع. وهذا الأخ قال أنا أحرص أن أصلي في المسجد الحرام في المسجد النبوي، لماذا؟ قال لأن الصلاة في هذه المساجد فيها بركة عن بقية المساجد، تبرك مشروع. هذا الأخ يقول سكن المدينة بركة، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة، وهذه المدينة مدينة مباركة، تبرك مشروع. هذا الأخ قال أنا أحفظ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب شيخ الإسلام وابن القيم مثلا، لماذا؟ قال لأن فيها بركة، من أين لك البركة؟ قال هذا أمر محسوس، الله سبحانه وتعالى وضع في علم هؤلاء بركة وخير. يصح؟ يصح، نعم، تبرك محسوس. طيب إذا لم يثبت قلنا شيء فيه شرعا ولا حسا ينتقل من التبرك المشروع التبرك الممنوع. في واحد جاء لهذا الأخ عبد الله وقال اسمع يا شيخ أبغاك تأتيني بتربة البقيع أتبرك فيها أضعها في قبري، يصح؟ لا شرعا لا حسا. يتمسح، ترى بعض الناس اليوم يتمسح بالكعبة بجدران المسجد النبوي بالأبواب المسجد الحرام المسجد النبوي بمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحجر بكذا، هذا تبرك ممنوع.
حتى الحجر الأسود إذا كان يمسح علي تمسح به هذا تبرك ممنوع، حتى بالحجر الأسود يقبل يعتقد أنه حجر لا يضر ولا ينفع. إذن التبرك إما أن يكون بأمر شرعي كما ذكرنا في القرآن أو بأمر حسي علم الأئمة الأربعة مثلا رحمهم الله، وإذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا انتقل من تبرك مشروع إلى تبرك ممنوع. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد 10 دقائق. طيب 5 دقائق أنا خبرك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا بدراسة القسم الثاني وذكرنا أن هذا القسم أراد المؤلف فيه أن يفسر التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت له ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعاء إليه. وفسر التوحيد بضده وضده تتبين الأشياء، شرك في الدعاء وشرك في المحبة وشرك في الطاعة وشرك في النية والإرادة والقصد. وأخذنا ما يتعلق بأقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب، صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. أقسام الناس في الأخذ بالأسباب طرفين وسط. أخذنا أن التعليق كله محرم بأي شكل من الأشكال، آيات من القرآن ما شاء الله تبارك الله، عين الحسود فيها عود، يا داخل الدار صلي على النبي المختار، عين الذئاب، رأس الثور، حافر، نعل قديمة، خرز زرقاء، الخرق، بعض الأشيار، بعض الكتابات. ولابد أخواننا أن نعلم الناس. الآن لو وجدت إنسان وضع على سيارته صورة امرأة عارية، امرأة عارية عندكم الآن في الخفشي هنا، خرج الأخ أبو عبد الإله هنا في الصناعية وجد واحد على السيارة تريلا صورة امرأة عارية، إيش أصنع؟ ها أخوان أنا أريد يعني تعلموني بس، ها يا أخي إيش تصنع؟ ما يمكن توقف السيارة مهما كان تقول يا أخي اتق الله، صح؟ مع أن هذا أمر محرم، لكن لو وضع خرقة هذا الشرك أعلى من المرأة هذه يا أخواننا. كيف وإحنا نرى الآن المفتي مفتي المملكة نبه حتى المرور على هذه الخرق، إيه والله يا أخواننا والله المفتي نبه حتى رجال المرور على هذه الخرق اللي يضعوها، لأنه هو يضع وبعضهم ترى حتى يعني يعتقد فيها جلب المنافع ودفع المضار، يعني هذا الشرك أكبر أعلى من المرأة هذه اللي تراها أنت تقول يعني الآن. وهذا فيه أننا صدق ما فهمنا التوحيد، غربة التوحيد أخوانا، مسائل خطيرة والله جدا. يعني الآن هذه الأمور تمس بالتوحيد أعلى من هذه المرأة، قلنا لك المرأة العارية، مع أن لا ترضى بهذا ولا ترضى بهذا، صحيح؟ طيب، وأخذنا الدعاء المعين قلنا ما يكون على وجه العموم يكون، وأخذنا أن الرقية تنقسم إلى قسمين ولا بد تتوفر فيها شروط ثلاثة، أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله والصفات إذا كانت باب الدعاء، أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية ولا يوجد رقية بغير اللغة العربية إلا إذا كان باب الدعاء يصح أن يدعو بلغته بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب. طيب، وأخذنا ما يتعلق بالتبرك طلب البركة، وقلنا التبرك إما أن يكون بأمر شرعي كالتبرك بالقرآن بقراءته والعمل به والتداوي، أو التبرك مثلا بعلم الأئمة الأربعة قلنا مثلا هذا أمر محسوس، وإذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا ينتقل إلى التبرك مشروع إلى تبرك ممنوع. ثم أورد المؤلف رحمه الله أي باب، لا يبقى معنا هنا الباب إخوانا، هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي واقد، حديث أبي واقد خرج الصحابة رضي الله عليهم إلى حنين وللمشركين سدرة، سدرة نوع من الشجر ينوطون يعلقون بها الأسلحة، كانوا يعتقدوا أن هذه الشجرة تعطي الأسلحة بركة، عندما يعلق عليها الأسلحة
تعطي هذه الشجرة الأسلحة بركة وتكون سبب لنصرتهم في الحرب. عليكم السلام. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ذات تعليق كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، هذا فيه التكبير عند التعجب. قلتم، قال والذي نفسي بيده، أقسم وهو صادق عليه الصلاة والسلام بلا قسم، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أخوانا، لابد أن تعلم أن الطعن في الصحابة، أي إنسان يطعن في الصحابة هو في الحقيقة قد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة. أي واحد يطعن في الصحابة طعن في هؤلاء الأربعة، طعن في الله لأن الله اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم، ولا يمكن يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيرة القوم. طعن في دين الله، من نقل لنا الدين؟ الصحابة. ولو كنا نطعن في الصحابة معنى هذا أن الدين نقل إلينا من أناس غير ثقات. طعن في رسول الله عليه الصلاة، لأن المرء على دين خليله، فالذي يطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك والله. ولذلك قال لا تسبوا أصحابي، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطعن في الصحابة هذا واضح، الصحابة لا تقربهم إلا بخير، ولا تذكر شيء فيه ولو شيء يسير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كتاب الطب يقول قال بعض الحكماء، الآن إذا لديك ألم في العين إيش تصنع؟ تفركها صحيح؟ لا، تفركها تزيد صح؟ قال بعض الحكماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم مثلهم مثل العين، ودواء العين ترك مسها، لا تقربها إلا بخير. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة، الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة التي ذكرت ما شجر بين الصحابة يحرم القراءة فيها، حرام. لماذا؟ حتى لا يؤدي إلى أن يقع في قلبك شيء. يوم سمعني واحد من الشباب أقول هذا، قال إلى متى ما نقرأ؟ قلت لن تلقى الله، تلقى الله وانت موحد مطيع لله سبحانه وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ومطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تلقى الله وانت منافق. وما بقي يعني بعض الطلاب هدانا الله إياه كأنه ما بقي عنده من العلم إلا أن يبحث في ماذا؟ في قصة أبي واقد وفي قصة حاطب رضي الله عنه. إخواننا حاطب رضي الله عنه من دافع عنه؟ دافع عنه الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على كل موحد أن يدافع عن حاطب رضي الله عليه صح؟ كيف ما بقي عندك من العلم؟ يا أخي ابحث في ذنوبك يا أخي. ما بقي عند بعض الطلاب هدانا الله إياه إلا يبحث في قصة حاطب، يبحث في قصة كذا. إخواننا أناس اختارهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، بل أن الحسنات قال تتضاعف لهم. والشيء الذي يعني ينكر عليهم يقول نزر يسير مغمور في حسنات القوم، لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة والسابق للإسلام وغيره. وش تريد تصنع؟ ناس اختارهم الله لصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وش تريد تصنع؟ ما تصنع إلا تذكرهم بخير فقط. فإخواني هذه والله مسألة مهمة جدا، هذه الأشرطة اللي تسمعها تراها في السوق عما شجر بين الصحابة وكذا، وبعض الشباب يقول أريد أعرف الفئة الباغية، لعلك أنت تكون باغي وأنت ما تدري،
والله ما يسألك يوم القيامة، والله لا تسأل يوم القيامة عن الفئة الباغية، صح؟ لكن تسأل سائلك الله هل أطعت الله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم، هل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي؟ هذا معتقد أهل السنة أخواننا في الصحابة رضو الله عليهم. فلا بد أننا يعني ما نقرب الصحابة رضو الله عليهم إلا بخير. فما بالك الآن من يتكلم في أمهات المؤمنين وكذا وكذا وكذا، وقصة خالد بن الوليد وقصة كذا وأفلام ويمثل الصحابة رضو الله عليهم. فهذا أمر خطير جدا. طيب بعد هذا، بعد باب التبرك، الذبح. الذبح أخواننا، الذبح عندنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات، وذبح لغير الله محبة وتعظيمة، شرك أكبر، ذبح للجن لأصحاب القبور، والثالث ذبح جائز. يذبح الشيخ لماذا؟ لأنه جزار يبيع اللحوم، يصح، يصح ولا أشكال، يذبح حتى يأكل، يصح ولا أشكال. طيب إذن هذا أنواع الذبح ثلاثة: ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات، وذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر للجن لأصحاب القبور، وذبح جائز شاة اللحم والتجارة وكرام الضيف. نعم بعده باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. انتبه معي بالله إلى هذا الباب، شوف ماذا يقول. يقول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، صحيح؟ هذا مكتوب في النسخة، الله أعلم أنه هذا خطأ من بعض النساخ، انتبه أستاذ لا تنظر في النسخ. يقول اسمع يا شيخ، أنا عيد الثالث الآن. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، طيب هذا موضوع. وقول الله تعالى لا تقم فيها أبدا، لا علاقة، صح؟ سبحان الله يا أخواننا، خطأ من بعض النساخ. إحنا ما قلنا أخطأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرحمن، قلنا خطأ من بعض النساخ، لأن ما لا علاقة لا تقوم فيه أبدا، مس الضرار، ولا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذه مسألة وهذه مسألة، صح؟ فحسن الظن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنا أقول أنه هذا خطأ من بعض النساخ الذي نسخوا وضع هذه الآية تحت هذا الباب، بس والحمد لله. من يعترض؟ في ربط الشيخ، كيف لازم ربط؟ ما انتهى الأمر، بس الضرار ما علاقته بالذبح لله لا يذبح لله مكان. لا يشتبه العبادة. أولا هذا كتاب تأليف الشيخ ما أنكرنا والله. طيب نريد ايش العلاقة حتى نفهم ان هذا الرجل عنده قوة استنباط. اتى الله بخاري في زمانه، النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في مسجد ضرار فهو يصلي لمن؟ لله. لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجد ضرار لان المسجد هذا يقرر في الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة، والصلاة عبادة، والذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عبادة كذلك. فإذا كان منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجد ضرار وهو لو صلى فهو يصلي من؟ لله، لكن المكان يقرر في الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة، قال لا تقوم فيه أبدا. إذن من باب أولى الذبح لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن هذا معناه أخواننا أن ما يمكن نكثر سواد أهل الباطل، صدق والله أخوانا، نكثر، لابد نكثر سواد من؟ أهل السنة. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. طيب الآن أخوانا هناك مساجد، هل مسجد ضرار هو مسجد واحد، أو هل المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء فقط؟ لا، كل مسجد أسس على التقوى نقوم فيه، وكل مسجد أسس للكفر والتفريق
والإرصاد والمحاربة هذا ما نقوم فيه ولا يمكن نقوم فيه. إذن أخواننا لابد أن نحذر أنه لا يكون واحد منا سبب في بناء مسجد ضرار. فإذا أراد أي واحد منا بناء مسجد نقول قبل بناء المسجد لابد أن تحدد إمام المسجد واللجنة المسؤولة عن المسجد وماذا يكون في هذا المسجد، كفر وإرصاد وتفريق ومحاربة، فأنت تبني مسجد ضرار. صحيح أم لا؟ لأن الرافضة الآن يقولوا ارتحنا من بناء المساجد، احنا ما ندفع أموال يا ابن أهل السنة، ثم نأخذ المساجد ونجعلها مساجد ضرار. صحيح والله. ولا بد تحول حتى مجالسنا أخواننا، ما نجعل مجالسنا مجالس ضرار كفر وتفريق وإرصاد ومحاربة. طيب عندي سؤال، أين يوجد مسجد ضرار؟ ما نعرف. نعم في المدينة غيره ما أفادني يعني ذيك الفائدة الكبيرة. نعم أين يوجد مسجد ضرار؟ هذا المسجد اللي ذكر لا تقوم فيه أبدا. أنا أسأل عن هذا المسجد. لو جاءك إنسان وقال أريد أن أوثق التاريخ وأعرف مكان وجود مسجد ضرار، أين يكون؟ أنا لا يعرف في جام قباء. تمام. لو واحد جاءك وقال لك وين قبر فلان الولي الفلاني، تدل يا شيخ بندر؟ تقول والله لو أعرف ما أدلك. صح. طيب مسجد ضرار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وحرقه. الهدم والحرق في إتلاف للمال، وإتلاف المال إذا كان في مصلحة راجحة يصح ولا لا يصح؟ يصح. كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد من في هذا المسجد من المنافقين ويعين رجل من الصحابة رضي الله عليهم كمعاذ رضي الله عنه ويقلب هذا المسجد إلى مسجد أسس التقوى. لا، لماذا؟ حتى لا يتذكر الناس هذه الأمور التي كانت، فأمر بهدمه وحرقه. إذن ما يمكن ندل أحد عليه، ولهذا يعني يصح الاستدلال بهذا أن بعض الطلاب يعني يلهي هذا الجهاز الجوال ويجعله مثلا يفتن أحيانا بالصور وكذا، يصح أن يكسر. صحيح والله صدق، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعنق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق رحل الغال، أمر بهدم وحرق مسجد ضرار. إذا كان هذا الجوال يدخلك النار إيش تصنع فيها شيخ عبد الإله؟ كسره. إتلاف المال إذا كان لمصلحة راجحة يصح والله. تعصي الله بنعم الله، ها؟ تعصي الله بنعم الله ما يمكن. فإذا كان هذا الجهاز ترى يؤدي إلى، وأنت لا تظن أنها يعني أول ما تبدأ بالكبائر، تبدأ واحدة تمشي معك الأمور حتى يوقعك الشيطان، فدلاهما بغرور. نعم. طيب هذا استدلال صحيح، ما أدري إلا يخالف بعد الدرس نتفاهم. شيخ المكتب بيعه ونشتري. نعم حتى المكتب جاهز بيعه ونشتري. لا يكسره أحسن. نعم، لأنه أخشى أنه يخرج أشياء بعدين. إذا كان يمنع. ها؟ إذا كان يمنع ما أخذ أيدي يعدل معه. ما عليه. طيب إذن لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. كل مسجد، إذا كل مسجد وكل مكان أسس حتى يعبد فيه الله سبحانه وتعالى هذا نقوم فيه، وإلا والله ما نقوم. طيب لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا. طيب بعد هذا أي باب؟ باب النذر لغير الله. النذر لغير الله، النذر عندنا نذر لله
ونذل لغير الله. النذل لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن في الحكم من العلماء من يرى أن النذل لغير الله شرك أكبر، لأنه لم ينذر لهذا إلا هو يعظم هذا ويجعله في مرتبة الله سبحانه وتعالى. الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، هذا آخر الدرس وآخر الباب. أخذنا أن الدعاء انقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء المسألة انقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، طلب الولد والرزق وإنزال الغيث. وفيما يقدر عليه المخلوق قلنا صح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، استعانة واستعاذة واستغاثة وشفاعة مثل الدعاء. أنا أقول للشيخ أعني في حمل هذه الطاولة، يصح ولا يصح؟ ننظر، حي نعم، حاضر نعم، قادر نعم، أعتقد أنه سبب، حمل الحمد لله ولا يحمل هذا الأخ، يصح؟ يصح. يأتي مثلا هذا الطالب عند الشيخ يقول أريد أن تشفع لي في دخول الجامعة مثلا، ننظر، حي حاضر قادر، قال والله أنا أعتقد أنه هذا سبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيأتي جلب المنافع ودفع المضار، يصح؟ يصح. إذن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة يصح أن تطلب من المخلوق مثل الدعاء بأربع شروط: حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب، اختل شرط منع. طيب، قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، من نزل منزل، أي منزل، في طائرة، في وادي، في مسجد، في بيت، في بعض الدول، فقال: أعوذ ألتجئ واعتصم بكلمات الله. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ولجلاق به سبحانه وتعالى. قال: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أنت تسمع اليوم مثلا كورونا وإيبولا وكذا، أنت الآن لو قلت مثلا إذا نزلت إلى منطقة أعوذ بكلمات الله التامات، ما يضرك شيء، لا من الجن ولا من الإنس ولا من الأمراض ولا غيره، صح؟ أي نعم. قال القرطبي رحمه الله، قال: وقد جربت ذلك، جربت هذا الحديث، حتى إني نسيت ذات يوم ودخلت إلى منزلي ولم أقل فلذقتني عقرب. طيب، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه اللاق به سبحانه، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ويردون على من يقول أنه كلام الله مخلوق بأدلة، منها هذا الدليل. أي إنسان يقول أنه كلام الله مخلوق، نسأل الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، حكمها شرك أكبر. نقول: طيب، مقر؟ قال: مقر. إذا نزلت منزل إيش تقول؟ قال: أقول أعوذ بكلمات الله. إذا تقول أنه كلام الله مخلوق فأنت مشرك شرك أكبر، لأنك تستعيذ الآن بمخلوق. إذا تقول أنه كلام الله صفة من صفاته وصح الاستعاذة بالله وبأسماء وصفات، فأنت موحد وعلى طريقة أهل السنة والجماعة إن شاء الله، مفهوم؟ نعم. طيب، هذا ما يتعلق الله أعلم يعني تقريبا بهذا القسم. نراجع لأن كم بقي معنا الصلاة يا شيخ؟ خمس على الأذان يتوضى الشباب. إذن بعد الصلاة إن شاء الله نراجع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.